التربويه التعليميه، ولكن هي اولا واخيرا المحاوله التربويه عندها واحد التوازن الماليه خاصها تحافظ عليها باش يمكن ليها تستافد. سنوات المشاكل اللي كنا كنتلاقاوها باش ما كاين حتى شي حاجه كيقول ما نخلصش يصير ديال البيتي وكتبقى تتعرض للمشاكل والكريميات، ما كاينش فينا اللي ما لاش كريمي باش يدوز داك كورونا. هو كممثل من الناس ومن جهه اخرى ديال التعليم. بن هلال عبد الاله نائب رئيس العام لفيدرالية التعليم الخاص للاتحاد العام لمقاولة المغرب، وعضو مكتب الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر المغرب، ورئيس فرع الإقليمية الجديدة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب. احنا اليوم في هذا اللقاء المهم اللي تنظمو اتحاد التعليم والتكوين الحر على صعيد الفرع ديال دار السلطان الفدا وعلى صعيد جهات الدار البيضاء في موضوع مهم اللي تيهم قطاع التعليم الخاص وكذلك اولياء واباء التلاميذ، اللي هو عقد اللي صدرته الوزاره واللي هو متفق عليه واللي تدارسوه سواء جمعيات اولياء واباء التلاميذ سواء الممثلين ديال القطاع الخاص اللي هما اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب وكذلك الفيدرالية التعليم الخاص لاتحاد مقاولة المغرب. هذا العقد اللي غادي يجي اللي غادي ينظم العلاقه ما بين الأسرة وما بين أولياء وآباء التلاميذ ومديرين ومؤسسين مؤسسات التعليم الخاص، اللي غادي ينظم مسار ديال 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 العملية التعليمية والمسار ديال المسائل اللي متعلقة سواء المسائل البيداغوجية أو المسائل المالية أو جميع الأمور اللي تتعلق بالعلاقة ما بين المؤسسة وما بين الآباء، رفع لكل لبس وباش تكون الأمور واضحة وشفافة ما بين الطرفين ولإنجاح العملية التعليمية بالنسبة للتلاميذ. كذلك هذا العقد وهذا اللقاء جاء على الصعيد كذلك على الصعيد الوطني، لان كان توجيهات من السيد رئيس ديال اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب وكذلك الفيدرالية التعليم الخاص لاتحاد العام مقاولة المغرب، اللي باش يكونوا لقاءات جهويه لتاطير المؤسسات التعليميه الخاصه بحضور جمعيات الاباء على سادير باش يوضعوا pour mettre en place pour mettre en œuvre هذا العقد وباش يشرحوا المقتضيات ديالو سواء الجمعيه ديال الاباء واولياء التلاميذ سواء المديرين والمؤسسين كما باش يتم التنزيل ديالو بشكل صحيح وبشكل سلس اللي يخلق واحد الجو اللي كان هو دائما جو عائلي ما بين الاباء وما بين المؤسسات الخاصه. دونك تنشكر الجهه المنظمه اللي هي فرع الفدا دار السلطان، وهذا ماشي جديد لنا هذا الفرع وهذه الجهه ديال الدار البيضاء، هي من اعرق هي بعد القلب ديال الاتحاد، هي منين تاسس الاتحاد وهذه الانشطه كانوا ديما تتبرمجوا سنويا في اطار البرامج عمل ديال سواء الفرع ديال الفدا سواء الجهه ديال الدار البيضاء. دونك تنشكرهم خالص الشكر وتنشكروا المديريه الاقليميه اللي استضافت هذا اللقاء والوزارة والأكاديمية اللي شرفوا على هذا اللقاء وشكرا. السلام عليكم، مصطفى حنين مؤسس مجموعة مدارس بيتاغور في المحمدية وعضو المكتب الوطني ديال الاتحاد الجمعية ديال الاتحاد أستاذ جامعي. هذا النهار جينا باش نحاولوا نناقشوا العقد اللي غيكون ما بين العائلات وما بين المدارس الخصوصيه اللي غينظم العلاقه بيناتهم، اللي هو تدرس دابا راه شي عامين ولا هو كيتدرس في الرباط ما في الوزاره، كاين ممثلين ديال جمعيه تبع التلاميذ وكاين ممثلين ديال التعليم الخصوصي وكاين مسؤولين ديال الدوله حتى وصلوا لواحد الاطار اللي هو غير يدخل لواحد المدرسه يعرف ما له وما عليه، لا من جهه المدرسه ولا من جهه الاباء والتلاميذ اللي اختاروا يديروا ولادهم التعليم الخصوصي. ودابا غنفسروا لهم بوند بوند كيفاش تناقش وكيفاش دار حتى وصلوا لواحد العقد النهائي اللي هو داز في الجريده الرسميه وداز في القوانين اكسترا، علاش ما يمكنش احنا غيجيك واحد وما عارف شنو هو اللي لازم عليه. وهذا الشيء اللي داليه هو كورونا حنا جات قالوا لك خصكم تحبسوا، ما كناش قراءه ديستونس، وديك القراءه ديستونس راه طاحت غاليه للمدارس الخصوصيه.
انا بعدا تكلفت ليا اكثر من 3 الملاير غير باش دير لي طابلو انتيراكتيف لي جوردانات والمعلمات، خاصهم تليفونات، خاص لها فيبر اوبتيك، والمعلمه خاصها دير حتى لها فيبر اوبتيك عندها، ولا دير ان ليزو انترنيت، وخاصها تشري بورتابل باش كتجاوب على لي بارون. كانت كتكتب، كانت كتقري هي، عندها كل شيء في الطابلو، وعندها ورقه كتكتب فيها تحضيرات ديال الدروس ديالها. اصبحت كل شيء خاصو يدوز بار اورديناتور، دونك خاص تكوين، خاص الكورديناتور، خاص هذه، خاص هذه، وبزاف ديال الحوايج. وكاين دي، وباش دير ديك الانستالاسيون ديال لابليكاسيون باش تقري، راه هذا الشيء صح كوتي تخي 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 شير. ان طابلو انتيراكتيف كيسوا 5 مليون، 4 مليون، حتى 5 مليون، سا ديبون دو لورديناتور اللي حطوه فيه وداك الشيء. ودابا راه كيخسروا، دابا راه عندنا ميم تزادت لينا واحد سيرفيس دمانتونونس، جات معلمه غتقري ولقات الطابلو خاسر، اش غاتدير؟ اش غادير؟ والكور ديالها كلها سور اورديناتور سور باوربوان، شنو غاتقري فيها؟ بوتي طابلو ديال دايرين لها تما، ما يمكنش. دونك كاينه، كاينين مصاريف من الجهه الاخرى. وكاين مثلا بزاف ديال الناس كيقول لك لا انتم ما عندكمش الضرائب، راه عندنا الضرائب بحالنا بحال شركات اخرى، كتجيك الكونترول، وراه عندنا علاقه مع لا سينيسيس. دابا الا لقاو شي واحد ما مخلصش سينيسيس راه مصيبه كحله، راه الضرائب الخطيه، راه لا سترانت والخطيات راه عاليه بزاف. دابا حنا صاحب الجلاله كرسين كيدير، الناس ديما ما قاريينش ودايرينهم عند السينيسيس، وحده تقري وما عندهاش، وما عندهاش لا كوفرتور سوسيال. دونك كاين مشاكل كثيره اللي هو خصنا يتوعى ليها من التعليم الخصوصي، حتى ما تجيهم شي كونترول وتجيهم واحد مليار ولا مليار ونص صغير ديال الخطيه. دونك هذا هو النهار، هو خصنا دابا راه داخلين في بلد ديمقراطي، ما كاينش يفلت هذا ولا هذا، وكنخدموا كل واحد يعرف الحقوق ديالو هكا بحال العالم كله، وباش غنزيدوا لقدام ان شاء الله وما يكونوش ضحايا من هنا ومن هنا. بحال كورونا الضحايا كانوا الدراري، غير توقع مشاكل مع المدرسه كيهز يدي ولدو يدير شي مدرسه اخرى وبقى يدير ليه من بلاصه لبلاصه، ولدو مولف ديك المدرسه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محب، رئيس مصلحه التطوير المؤسسه التعليميه والتوجيه بالمديريه الاقليميه الفضاء ام سلطان. اليوم المديريه تشرف على لقاء تواصلي بين ممثلي مؤسسه التعليم الخصوصي وممثلي جمعيات اباء واولياء التلاميذ ومجموعه من المتدخلين والفاعلين. هذا اللقاء ياتي تنفيذا يعني العقد الذي اصدرته الوزاره الذي ينظم العلاقه بين مختلف المتدخلين كمؤسسه تعليم خصوصي وممثلي التلميذات والتلاميذ. وكيجي هذا اللقاء من اجل يعني شرح المضامين ديال العقد وتعزيز التواصل بين المؤسسه التعليميه واولياء امور التلميذات والتلاميذ. دائما يدخل في اطار تجويد العرض الدراسي والرفع من 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 قيمه التواصل بين المؤسسات وبين زبنائها. بالتالي نطمح من خلال هذا اللقاء يعني تبسيط الامور وتوضيح مختلف البنود الوارده في هذا العقد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.